صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في صفحة جديدة من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي، وعلى بركة الله سنبدأ. ودرسنا اليوم هو تقويم ودعم وتوليف التعلمات، يعني هذا عبارة عن فرض للوحدة الخامسة، يعني شامل جميع دروس الوحدة الخامسة. إذا فهمتم هذه الدروس الموجودة في الوحدة الخامسة إن شاء الله ستحصلون على 10 على 10. على بركة الله سنبدأ. أول سؤال يقول: أحيط الأعداد الأصغر من العدد داخل البطاقة في كل سطر. بما أن هذه نسميها ماذا التي فيها الفاصلة؟ نعم، أعداد عشرية. هذا العدد الذي قبل الفاصلة نسميه عددا صحيحا طبيعيا، أما العدد الذي بعد الفاصلة نسميه عددا عشريا. إذا وجدنا فقط 9 سنسميه عددا، ولكن إذا وجدنا فيه فاصلة، هذه الفاصلة أو هذا الرمز نسميه بالفاصلة، نسميه عددا عشريا. دائما لكي يعني نعرف العدد الأصغر أو نرتب الأعداد العشرية، دائما ننطلق من العدد الصحيح. لدينا هنا 9، لدينا 9، لدينا 9 نفسها. الآن سنذهب إلى يعني بعد الفاصلة، الأعداد التي هي بعد الفاصلة. لدينا هذه نسميها أعشار 2، ولدينا هنا 1 أعشار، ولدينا هنا 1. هنا السؤال يقول: أحيط الأعداد الأصغر من العدد الموجود الذي هنا، يعني هنا 2 يعني هذا أكبر لن نحيطه، سنرى هذين العددين متبقيان هنا، هنا لدينا نفسها أعشار هي 1 1. إذا وجدنا الأعشار نفسها ننتقل مباشرة إلى المئات، يعني جزء المئات، يعني هنا 4 وهنا 3، يعني ما هو العدد الأصغر في نظركم؟ نعم طبعا هذا الذي سنحيطه لأنه أصغر من العدد الموجود هنا، أما هذا فيساوي هذا العدد. سنرى العدد الموالي نفس الطريقة، سنقارن الأعداد الصحيحة يعني التي هي قبل الفاصلة. لدينا 15 15 15 15 هي نفسها. سننتقل مباشرة إلى الأعشار يعني بعد الفاصلة، لدينا 2 في الأعشار، وهنا 1، وهنا 3، وهنا 2، يعني هذا أصغر من هذا لأن هنا أعشار 2، يعني سنرى هذا 3، لا 3 أكبر من 2، ولدينا 2 يعني الذي هو أصغر من بين هذه الأعداد الثلاثة. نعم هذا العدد هو 15.19. سنرى العدد الموالي هنا، لدينا 372.01. نفس الطريقة، الأعداد الصحيحة نقارن الأعداد الصحيحة، نفسه هي الأعداد 372 372 372. سننتقل مباشرة إلى الأعشار، لدينا 1 وهنا 1 وهنا لا، يعني إذا ضعنا هنا الفاصلة سيكون هنا لدينا 0 وهنا 0، يعني ما هو العدد في نظركم الذي هو أصغر من هذا العدد؟ نعم سنرى، لدينا هنا 0 ولدينا هنا 0، يعني سنرى الجزء المئات، هنا 1 وهنا 0، يعني هذا هو الذي أصغر من بين هذه الأعداد الموجودة هنا. سنرى العدد الصح الأخير عفوا، لدينا 7.1، نفسها 7 7 7 7. سنذهب مباشرة إلى الأعشار يعني بعد الفاصلة نسميها أعشار، لدينا هنا 1 وهنا 0، يعني هذا أصغر من هذا. سنرى هنا 1، هذا لا لأن هذا أصغر من هذا. لدينا 7 7، إذا كتبناها بالفاصلة 7.00، هنا لدينا 0 0 ولكن هنا 1 وهنا 0، يعني هذا أصغر من هذا العدد موجود في هذه البطاقة، لأن يعني السؤال يقول أحيط الأعداد الأصغر من العدد داخل البطاقة في كل سطر، يعني يجب أن يكون هذا العدد أصغر من هذا الموجود في هذه البطاقة. السؤال رقم 2، أرسم تكبيرا للشكل 1 بمقدارين. هذا هو الشكل 1، سنقوم بتكبيره بمقدارين. ماذا أقصد بمقدارين؟ يعني كل ضلع سنضربه في 2، أما التصغير فيكون بالقسمة، يعني هنا في هذا سنقوم بتكبير هذا الشكل والتكبير يكون بالضرب. لدينا هنا 1 2، يعني 2 في 2 4، هنا سنضع 4 مربعات هكذا، هنا 1 2 3 4،
هنا لدينا فيه واحد، لأن واحد في تبسو اثنان، هنا سنضع اثنان هكذا. هنا لدينا واحد يعني واحد في اثنان، يعني هنا اثنان، يعني كل ضلع سنضربه في اثنان. إذا كان مربع واحد سنضربه في اثنان. هنا لدينا واحد، اثنان مربعات سنضربها اثنان في اثنان يعني أربعة هكذا. هنا لدينا واحد يعني واحد في اثنان كم؟ اثنان، يعني مربعين هنا هكذا. هنا لدينا واحد يعني واحد في اثنان، اثنان هكذا. هنا لدينا واحد، اثنان، اثنان في اثنان يعني أربعة، أربع مربعات، أربع مربعات. هنا لدينا واحد يعني واحد في اثنان، هنا واحد في اثنان يعني اثنان هكذا. هنا كم لدينا؟ هنا واحد يعني واحد في، يعني هنا واحد، واحد في اثنان يعني مربعين. لدينا واحد، اثنان يعني اثنان في اثنان أربعة هكذا. هنا لدينا مربع واحد يعني واحد في اثنان اثنان. هنا بقي لنا مربع واحد يعني واحد في اثنان اثنان. حصلنا على تكبير الشكل واحد بمقدارين. السؤال رقم ثلاثة، إذن ياسين أكمباري لنمبر ديسيمون، يعني سنساعد ياسين في مقارنة هذه الأعداد العشرية. لدينا 356.8 وهنا لدينا 356.18. دائما كما أقول لكم في الأعداد العشرية نقارن الأعداد الصحيحة التي قبل الفاصلة ثم ننتقل إلى التي بعد الفاصلة. هنا لدينا في العدد 356 356، يعني سنرى الأعداد 10، هنا 8، هنا 1، يعني هذا العدد أكبر من هذا العدد. نفس الطريقة هنا لدينا 75 هنا 76، يعني مباشرة هذا العدد أصغر من هذا العدد. هنا لدينا 1 في العدد الصحيح ولدينا هنا 0، يعني 1 أكبر من هذا العدد. دائما نقارن الأعداد الصحيحة الطبيعة، إذا وجدنا نفس الأعداد ننتقل مباشرة إلى التي بعد الفاصلة. هنا 421 421، يعني نفس هي الأعداد. الآن سنرى الأعشار التي بعد الفاصلة، لدينا هنا 0 وهنا 1، يعني هذا العدد أصغر من هذا العدد. لدينا هنا 2.01، سنقارن الجزء الصحيح، لدينا هنا 2 وهذا 1، يعني هذا أكبر من هذا العدد. يعني سهل مقارنة الأعداد العشرية، سهل جدا. دائما ابدأوا بالأعداد يعني بالجزء الصحيح، ثم إذا وجدتم نفسها هي يعني نفس العدد، يعني مثلا هنا 356 أو 356، سننتقل مباشرة إلى الجزء العشري، يعني هنا 8 وهنا 1، يعني هذا أكبر من هذا. سنرى السؤال رقم 4، ورتب الأعداد التالية تزايديا باستعمال الرمز المناسب. تزايديا يعني من الأصغر إلى الأكبر، وتناقصيا يعني من الأكبر إلى الأصغر. هنا نفس الطريقة، هذه أعداد عشرية، دائما سنرى الجزء الصحيح، لدينا هنا 112 هنا 11، يعني هذا يتكون من عددين، سنرى هذا وهذا 213، يعني ثلاث أعداد. سنرى هذا العدد، يعني هذا الوحيد الذي فيه يتكون من عددين فقط، يعني العدد الصغير هنا 11.23 أصغر من ماذا؟ أصغر من هذا العدد، لأنه أيضا يتكون من عددين، 21.13 أصغر من ماذا؟ الآن هنا لدينا، هنا لدينا في الجزء الصحيح ثلاثة أعداد، هنا أيضا جزء صحيح ثلاثة أعداد، وهنا جزء الصحيح ثلاثة أعداد، 112 213 213، يعني هذا هو الذي يتبعه 112.3 أصغر من ماذا؟ لدينا بقي لدينا عددين، هنا 213.1 و 213.01، نفس الجزء الصحيح، سننتقل للعشر، لدينا هنا 1 وهنا 0، يعني هذا هو العدد الأصغر، 213.01 أصغر من هذا العدد المتبقي لدينا هنا 213.1. سننتقل إلى صفحة المواليا. السؤال رقم 5، أحسب هنا أعداد كسرية، هنا لدينا الطرح وهنا لدينا الجمع، سننجز هذه العملية في الدفتر ثم سنقوم بنقل الجواب هنا فقط.
سنبدأ بعمليات الجمع في الأعداد الكسرية. هنا لدينا 7 على 12 زائد 3 على 8. هنا المقامات غير موحدة، سنبحث عن المضاعف المشترك. هل هناك مضاعف مشترك؟ نعم هناك 24، لأن 8 في 3 24 و 12 في 2 24، يعني المقام واحد هو 24. نكتب هنا 24. في كم ضربنا 12 لكي نحصل على 24؟ نعم ضربناها في 2، يعني هنا سنضربها أيضا في 2، 7 في 2. هنا في كم ضربنا لكي نحصل على 24؟ نعم في 3، يعني هنا سنضربه في 3، 3 في 3. إذا تساوي 7 في 2 14 على 24 زائد 9 على 24. كم تساوي؟ إذا سنضع المقام واحد الذي هو 24. 14 زائد 9، نكتبها هنا 14 زائد 9. 14 زائد 9 تساوي 23 على 24، وهذا العدد غير قابل للاختزال. سنكتب 23 على 24. سنكمل هذه الأعداد. هنا لدينا 5 على 3 زائد 3 على 4. إذا ما هو المضاعف المشترك بين هذين العددين؟ نعم هو 12. في كم ضربنا 3 لكي تصبح 12؟ في 4. إذا سنضرب أيضا 5 في 4. في كم ضربنا 4 لكي نحصل على 12؟ نعم في 3. إذا سنضرب هذا البسط في 3، يعني 3 في 3. المقام 1 و 12. 5 في 4 20 زائد 3 في 3 9، يعني تساوي ماذا؟ تساوي 29 على 12. سنكتب 29 على 12. 29 على 12. سننجز العملية الأخرى. 7 على 5 زائد 1 على 4. هل المقامات موحدة؟ لا. إذا ما هو المضاعف المشترك بين هذين العددين؟ هو 20. سنكتب هنا زائد 5، يعني 20. 20 في كم ضربنا 5 لكي نحصل على 20؟ نعم ضربناها في 4. إذا سنضرب البسط في 4، 7 في 4. هنا في كم ضربنا لكي نحصل على 20؟ نعم ضربناها في 5، وأيضا سنضربها في 5، يعني 1 في 5. كم تساوي؟ والمقامات موحدة 20. 7 في 4 28 زائد 5، يعني 1 في 5 5. كم تساوي؟ 28 زائد 5 تساوي 33 على 20. هل هذا العدد قابل للاختزال؟ لا. نكتب الجواب هنا 33 على 20. سنرى العدد الأخير. لدينا 1 زائد 3 على 7. 1 ليس بعدد كسري، سنحوله إلى عدد كسري، سيصبح ماذا؟ نعم 1 على 1 زائد 3 على 7. هل المقامات موحدة؟ لا. سنوحد المقام إذن. بما أن هنا ليس هنا مضاعف مشترك، سنضرب 1 في 7 و 7 في 1. في كم ضربنا 1؟ هنا ضربنا هذا 1 في 7، إذا سنضرب هذا البسط في 7. ضربنا 7 في 1، هنا البسط سنضربه ضربنا 7 في 1، إذا سنضرب البسط في 1. إذا 1 في 7 7، 1 في 7 7 زائد 7 في 1 7 زائد 3 في 1 3. كم تساوي؟ 7 زائد 3، هنا المقام موحد. 7 زائد 3 تساوي ماذا؟ عفوا تساوي ماذا؟ تساوي 10 على 7. هل هذا العدد قابل للاختزال؟ لا. إذا سنكتب 10 على 7. سنكمل إنجاز هذه العمليات. الآن عمليات الطرحة. لدينا 5 على 7 ناقص 4 على 7. هنا العملية سهلة. لماذا؟ لأن المقام واحد. بما أن المقام واحد نضع 7 ونكتب 5 ناقص 4 تساوي ماذا؟ 1 على 7. العملية سهلة جدا عندما يكون المقام موحد، 1 على 7. سننجز العملية الموالية. لدينا 1 ناقص 2 على 4. 1 ليس بعدد كسري، سنحوله إلى عدد كسري تساوي 1 على 1. حسنا جدا. ناقص ماذا؟
اثنان على أربعة. هنا المقامات غير موحدة، إذا ماذا سنفعل؟ هكذا، واحد في أربعة وأربعة في واحد. في ما ضربنا هذا المقام؟ ضربنا واحد في أربعة، إذا سنضرب هذا البسط في أربعة. ضربنا هذا المقام في واحد، إذا سنضرب اثنان في واحد، تساوي أربعة ناقص أربعة. واحد في أربعة أربعة، اثنان في واحد اثنان، يعني المقام الآن موحد. وأربعة أربعة ناقص اثنان تساوي اثنان. هل هذا العدد قابل للاختزال؟ نعم، لأن اثنان مقسومة على اثنان تساوي واحد، ونفسها أربعة مقسومة على اثنان تساوي اثنان. حصلنا على واحد على اثنان، سنكتب هنا واحد على اثنان. العدد الآخر هو سبعة على تسعة ناقص أربعة على ستة. هل هنا مضاعف مشترك؟ المضاعف مشترك بين هذين العددين هو أربعة وخمسون، لأن تسعة في ستة تساوي أربعة وخمسون، وستة في تسعة أربعة وخمسون، يعني سنكتب المضاعف مشترك أربعة وخمسون. في كم ضربنا هنا لكي تعطينا أربعة وخمسون؟ ضربناها في ستة، هنا أيضا سنضربها في ستة، سبعة في ستة. هنا ضربنا ستة في تسعة، إذا سنضرب أربعة في تسعة، كم تساوي؟ المقام موحد هو أربعة وخمسون. سبعة في ستة اثنان وأربعون، ناقص تسعة في أربعة ستة وثلاثون، تساوي اثنان. أول سنكتبون أربعة وخمسون، اثنان وأربعون ناقص ستة وثلاثون، اثنان ناقص ستة لا تمكن، اثنا عشر ناقص ستة تساوي ستة. احتفال هنا أربعة ناقص أربعة صفر، يعني ستة على أربعة وخمسون. هل هذا العدد قابل للاختزال؟ نعم، سنقسم على ستة، وهنا على ستة، ستة مقسوم على ستة واحد، أربعة وخمسون على ستة تساوي تسعة. هذا هو العدد واحد على تسعة. العدد الأخير هو 11 على 3 ناقص 12 على 13. هل المقامات موحدة؟ لا. هل يوجد هناك مضاعف مشترك؟ لا، يعني سنضرب 3 في 13 ناقص 13 في 3. في كم ضربنا هذا المقام؟ ضربناه في 13، وهنا سنضربه أيضا في 13، 13 في 13. هنا ضربنا 13 في 3 سنضرب 12 في 3. 3 في 13 تساوي 39، هنا نفسها 39. 11 في 13 سننجزها هنا، 11 في 13، 3 في 1 3، 3 في 1 3، 1 في 1 1، 1 في 1 1، 3 443 ناقص 12 في 3 تساوي 36. هنا المقام موحد هو 39، يعني سنكتب 143 ناقص 36 تساوي 107 على 39. السؤال رقم 6. أساعد رحمة في إيجاد طول شريط تقطير لوحة طولها 25 سنتيمتر وعرضها 15 سنتيمتر. أكتب الجواب في دفتري. يعني نبحث عن محيط هذا المستطيل. هذه اللوحة عبارة عن مستطيل، ومحيط المستطيل هو يقول P يساوي الطول زائد العرض مضروبة في اثنان. هنا سنطبق فقط القاعدة، سنكتب 25 في 15 مضروبة في اثنان. 25 في 15 عفوا زائد 25 زائد 15 سنرى كم تساوي، سنكتبها هنا، 5 زائد 5 10، احتفاظ 2 زائد 1 3 زائد 1 4. 40 في 2 كم تساوي؟ نعم تساوي 2 في 0 0، 2 في 4 80
سنتيمتر. هنا لن نكتب المربع لأن هذا المحيط، أما المساحة فنكتب مربع. يعني تحتاج رحمة لتأشر، يعني طول الشريط الذي تحتاجه رحمة هو 80 سنتيمتر. السؤال رقم 7، أحسب في دفتر المحيط الشكل المكون من مربع قياس ضلعي 5 سنتيمتر ومستطيل قياس طولي 10 سنتيمتر بالإضافة إلى مثلث متساوي الأضلاع. يعني هنا نعرف ضلع هذا المربع الذي هو 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، وطول هذا المستطيل هو 10 سنتيمتر، وأيضا نعرف أن هذا المثلث هو متساوي الأضلاع، يعني كل أضلاعه متقايسة، كل أضلاعه متقايسة. بما أن هذا المربع فيه 5 سنتيمتر، كما تعلمون أن المربع جميع أضلاعه متقايسة، يعني هذا سيكون فيه 5 سنتيمتر، إذا حتى هذا فيه 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، إذا حتى هذا فيه 5 سنتيمتر، وهذا 5 سنتيمتر، لأن جميع أضلاعه متقايسة، لأنه متساوي الأضلاع. هنا 10، إذا حتى هذا فيه 10 سنتيمتر، هنا 5 سنتيمتر وهنا 5 سنتيمتر. الآن بكل سهولة سنحسب محيط هذا الشكل. سنحسب يعني المحيط دائما نجمع 5، نكتب 5 زائد 5 زائد 10 زائد 5 زائد 5 زائد 10 زائد 5. سنرى كم تساوي هذه الأعداد. لدينا 5 زائد 5 10 20، 25 30 40، 45 سنتيمتر، يعني هذا الشكل في محيطه 45 سنتيمتر. السؤال رقم 8، أرادت مديرة دراسة معدلات تلاميذ المؤسسة البالغ عددهم 115 تلميذا وتلميذة، فكانت بيانات نقط المتعلمين كالتالي، هل هي المعدلات وهذا عدد التلاميذ. المعدلات لدينا 9.5، 8.75، 8.75، 7.6.5. عدد التلاميذ الذين حصلوا على 9.5 17، 8.75 20 تلميذا، 8.35 تلميذا، 7.5 15 تلميذا، 7 الذين حصلوا عليهم هم 12 تلميذا، و 6.5 14 تلميذا. أحدد عدد المتعلمين والمتعلمات الذين حصلوا على أعلى معدل، قلنا 17 تلميذا، سنكتب هنا 17 تلميذا. عدد المتعلمين والمتعلمات الذين حصلوا على معدل أكبر من 7.5، سنرى هنا لدينا 20 حصلوا على أكثر من 7.5، يعني هنا 20، 17 و 35، يعني عدد المتعلمين سنكتب هنا 17 زائد 20 زائد 35، كم تساوي؟ سنرى 35 زائد 20 تساوي 55 زائد 17 تساوي 72. ما عدد المتعلمين والمتعلمات الذين حصلوا على معدل أقل أو يساوي 7؟ سنرى هنا لدينا هنا 10 تلاميذ، عفوا 12 تلميذا، زائد سنرى أقل أو يساوي 7، يعني هنا 14 تلميذا تساوي، يعني المجموع هو 26 تلميذا. ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على أكثر من 8؟ يعني أكثر من 8 هنا 20 تلميذ زائد 17 تلميذا. لماذا؟ لأنهم هم الذين حصلوا على أكثر من 8، هنا 8.75 وهنا 9.5، سنجمع عدد التلاميذ 37 تلميذا. السؤال رقم 9، أكتب اسم كل مجسم في مكانه المناسب. هذا المجسم ما اسمه؟ هنا رأس الهرم، يعني نسميه هرم، هذا نسميه مخروط، وهذا هنا رأس الهرم يعني هرم، هذا منشور قائم، منشور قائم، وهذه كرة، وهذا منشور قائم أيضا.
السؤال رقم 10، احسب في دفتر مساحة الجزء الأبيض من المستطيل ABCD. هذا هو المستطيل ABCD، يعني سنتتبع مراحل لكي نحسب مساحة هذا الجزء الأبيض. أولا سنحسب مساحة المستطيل ABCD، سنكتب هنا مساحة المستطيل ABCD. القاعدة تقول S الطول في العرض، يعني الطول في العرض. كم طول هذا المستطيل؟ هو 13 سنتيمتر. وكم عرضه؟ 10 سنتيمتر، يعني 10 في ماذا؟ في 13. في 13 كم تساوي؟ هنا صفر، سنضع الصفر هنا جانبا، ثم سنحسب 1 في 3، 3 و 1 في 1، 1 كم تساوي؟ 130 سنتيمتر مربع. مساحة مستطيل ABCD 130 سنتيمتر مربع. عرفنا مساحة مستطيل ABCD و 130 سنتيمتر مربع. الآن سنحسب مساحة هذا المستطيل الذي هو باللون الأحمر أو الوردي، وهذا المربع الذي باللون الأخضر. سنحسبهم. أولا سنكتب مساحة المربع. القاعدة تقول أن كيفية حساب المساحة المربع الضلع في الضلع. كم هنا قياس ضلع هذا المربع؟ هو 5، بما أن المربع جميع قياس أضلاعه متساوية، يعني 5 في 5. القاعدة تقول الضلع في الضلع، يعني 5 في 5 كم تساوي؟ نعم تساوي 25 سنتيمتر مربع. الآن سنحسب مساحة المستطيل، هذا المستطيل الوردي. سنكتب هنا مساحة المستطيل، القاعدة تقول الطول في العرض، S تساوي الطول في العرض. كم طول هذا المستطيل؟ هو 10 وعرضه 4، يعني S تساوي 10 في 4، في 4 كم تساوي؟ نعم 40 سنتيمتر مربع. الآن عرفنا مساحة المستطيل ABCD هو 130، عرفنا مساحة المربع 25، عرفنا مساحة المستطيل وجدنا فيها 40 سنتيمتر. الآن ماذا سنفعل؟ سنجمع هذين العددين، يعني 25 زائد 40، ثم سننقصهما من 130 سنتيمتر لكي نعرف ما تبقى هو مساحة هذا الجزء الأبيض. أولا سنجمع 25 زائد 40، هنا سنكتب مساحة الجزء الأبيض، يعني كيف حصلنا عليها؟ أولا سنجمع 50 زائد 40 كم تساوي؟ تساوي 65 سنتيمتر مربع. الآن سنأخذ المساحة الإجمالية لمستطيل ABCD، يعني 130 ناقص مساحة مربع والمستطيل، يعني 65 عندما جمعناهما، 0 ناقص 5 لا تمكن، هنا 10 ناقص 5 5، 3 ناقص 7 لا تمكن، يعني هنا 1 1، 13 ناقص 7 يعني 6، 1 ناقص 1 0، يعني 65 سنتيمتر مربع، يعني مساحة الجزء الأبيض هو 65 سنتيمتر. سنكتبها هنا 65 سنتيمتر مربع، يعني مساحة الجزء الأبيض سنكتبها هنا 65 سنتيمتر مربع. السؤال رقم 11، دون مون كاي جو بوز جو كالكول، يعني في دفتري سأقوم بإنجاز هذه العمليات القسمة، سنقوم بإنجازهما في الدفتر. هنا 89 مقسومة على 5، سنعيد لقسمة عددين، دائما سنأخذ العدد الأول. مثلا هنا 8 مقسومة على 5، هل هي تقبل القسمة 8 على 5؟ نعم، إذن سنأخذ 8 مقسومة على 5 كم تساوي؟ نعم 1.
يعني مضاعفة العدد 5 والقريب من عدد 8، يعني 1 في 5، لأن 2 في 5 10، و10 أكبر من 8، يعني سنأخذ واحد فقط، 1 في 5 5، سنضع هنا 5 هكذا، ثم سنضع علامة ناقص، 8 ناقص 5 كم تساوي؟ تساوي 3. الآن سننزل العدد المتبقي لنا وهو 9. 39 مقسومة على 5 من مضاعفات 5 والقريب من العدد 39، يعني 8 في 5 4، يعني 7، يعني سنكتب 5 في 7 في 5 35، ناقص هكذا 9 ناقص 5 4، 3 ناقص 3 0. هذه العملية، هذا سنعيد، هذا نسميه الخارج، وهذا الباقي، وهذا المقسوم عليه، وهذا المقسوم. للإعادة والمراجعة مرة أخرى، العدد الموالي لدينا 716 مقسوم على 8، نفس الشيء، سنأخذ العدد الأول يعني من المقسوم، هل 7 تقبل القسمة على 8؟ لا، سنأخذ عددين، 71 هل تقبل القسمة على 8؟ نعم، يعني سنأخذ عددين، 71 مقسومة على 8، 8 في 8 64، 9 في 8 72، يعني سنكتب 8، 8 في 8 64، هنا 1 ناقص 4 لا تمكن، يعني نضع هنا 1 وهنا 1، 11 ناقص 4 تساوي 7، و7 ناقص 7 0، سننزل بالعدد 6، 76 مقسومة على 8، نعم 9، 9 في 8 72، ناقص 6 ناقص 2 كم تساوي؟ نعم تساوي 4، 7 ناقص 7 0، الخارج هو 89 والباقي 4. العمليات الموالية، لدينا 384 على 3، سنرى أولا، سنأخذ العدد الأول، 3 مقسومة على 3 تقبل القسمة؟ نعم، يعني 3 مقسومة على 3 تساوي 1، لأن 1 في 3 3، ناقص هكذا 3 ناقص 3 0، سننزل بالعدد 8 أولا، يعني سنذهب بالترتيب، 8 مقسومة على 3 كم تساوي؟ نعم 2، 2 في 3 6، نطرح مرة أخرى، 8 ناقص 6 2، سننزل بالعدد الأخير، هنا لدينا 4، يعني 24 مقسومة على 3 8، 8 في 3 24، يعني ناقص 4 ناقص 4 0، 2 ناقص 2 0. آخر عدد لدينا هنا، لدينا 469 مقسومة على 7، دائما أخذ العدد الأول، 4 تقبل القسمة على 7 لا، يعني سنأخذ عددين، 46 مقسومة على 7 من مضاعفات العدد 7 والقريب ب 46، يعني 7 في 7 49، يعني لا سنكتب 6، 6 في 7 42 هكذا، 6 ناقص 2 تساوي 4، 4 ناقص 4 0، سننزل بالعدد 9، 49 على 7 نعم 7، 7 في 7 49، يعني هنا ضروري جدول الضرب، 9 ناقص 9 0، 4 ناقص 4 0. لقد انتهينا من هذه العمليات، الحمد لله انتهينا، إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه.